خلونا بقى نعرف تفاصيل اكتر عن يعني الموضوع ده بالتفصيل. الفنانين اللي كانوا جوه هذا العمل حسوا بايه؟ كواليس مسرحيه اوبرا العتبه دلوقتي بتنضم لنا عبر الهاتف بطله العرض المسرحي الفنانه دعاء حمزه. صباح الفل عليكي. صباح الفل عليكي يا فسانت، وصباح الفل على الزميل استاذنا محمد عبده بدوي، اهلا بيك وصباح الفل. وبصبح طبعا لهاني عفيفي الصديق والمخرج. صباح الفل دعاء. صباح الفل، منورة الدنيا دعاء، ودايما في كل تجربة جديدة مسرحية بتقدمي حاجة جديدة مختلفة من روحك ومن حبك للمسرح. يعني أنا أعرف دعاء من زمان، عندها كده شغف وعشق للمسرح بشكل كبير جدا. دعاء كلمينا عن دورك في المسرحية دي. أنت طول المسرحية ماسكة الموبايل وبتتكلمي وعايزة تخزني أدوية وتجيبي أكل، وحالة كده من حالات الخوف والست المصرية اللي تطمن كل شوية على جوزها وعلى ابنها. الحكي ودي لعبه بتلعبيها دايما في كل الادوار اللي بتشتغلي بيها. كلمين عن دورك في اوبرا العتبه وازاي دي تجربه جديده. اولا استاذ هاني عفيفي اول ما يعني بعت لي النص انا يعني اتبسطت جدا، لان حسيت ان النص ده هو كل الحياه اللي احنا عايشينها بكل تفاصيلها، بس مش لكل واحد فينا كممثل معنى وجزء من حياته ويعبر عنها من خلال العرض. انا بالنسبه لي ما كانش بعيد قوي، لان سيده من الطبقه المتوسطه لكن ممكن تكون مختلفه عن دعاء، لكن بس مش بعيده عن الستات وستات البيوت اللي احنا بنشوفهم بشكل ما. ممكن يكون في نظره اكتر كاريكاتوريه بالمبالغه سنه، لكن هي احنا يعني الطبقه بفزعها واحساس ان الامان عندها هي ان تفضل في حاله دايما المكان الضيق ده. كان بالنسبه لي انا هو ده التحدي، مكان صغير، انا مش عندي المسرح كله زي العروض السابقه اللي كنت بشتغل فيها، ان انا بتحرك واطلع من كالوس واخرج واطلع، يعني لا انا في مساحه ضيقه جدا، وفي نفس الوقت المساحه دي لازم تبقى كلها حياه. الحياه دي ايا كان شكلها، بس حياه لست بتكلم بنتها، بتكلم جوزها، لكن هي لوحدها، هي ست لوحدها وحيده. يعني لو هنتكلم حتى من الناحيه البسيطه، زوجها مسافر، بنتها كبرتها وبتخرج عادي، لكن هي ما قدامهاش غير التلفزيون والاحداث، وان هي طول ما هي عايشه حاسه ان هي عايزه تامن بيتها، تامن حياتها. الخوف هو اساس الشخصيه دي، فتفضل طول الوقت في حاله فزع. الفزع ده ان هيريحها بان هي متخيله ان هي تامن مستقبلها بالاستهلاك، بان هي يبقى عندها حاجات تامنها، لكنها ست مش سعيده. يعني مش لانها مش الحقيقي ان الواحد هيبقى حاسس بالامان باللحظه دي، لكن تقريبا من كتر هي متخيله ان الشقه دي لما هتتملي حاجات هي هتامنها او تامن بيتها. هي ما بتشتريش لنفسها قد ما بتشتري لبيتها، بتشتري لبنتها، بتكلم جوزها عايزه تامن المستقبل بذهب، زي اي ست مصريه يعني متخيله ان ده الامان، هتقدر ده هيامن لها اللي جاي. لكن هي نسيت ان ده يمكن بيكتر الفزع والخوف والوحده عند الست دي من الناحيه النفسيه. شايفه استقبال الجمهور اللي كان بيتفرج عليكي للنوع ده من المسرحيات والفنون كان عامل ازاي يا دعاء؟ الجمهور كان ذكي جدا جدا جدا. يعني المسرحيه مش بتتحكي بشكل مثلا بدايه ووسط ونهايه وقصه، يعني لا، هي عامله زي ما استاذ هاني قال زي البازل، كل قطعه بتوصل لفكره للثانيه. كان بيبقى ساكت ومتامل، لكن اول ما بتكلم زي ما يكون بيضحكوا ويسكتوا ويعرفوا امتى ان الموضوع يضحك، بس زي البلاك كوميدي كده، الضحك اللي هو الواحد حاسس بضحك بس الست دي مفزوعه، مش فبيجي لحظات يبقوا ساكتين خالص، يعني عارفين ان ده كلام ما بيضحكش. فبالنسبه لي كل وكمان شويه كل شويه الجمهور يبقى مختلف عن الثاني، يعني في يوم يستقبل الموضوع خالص تماما بدون ضحك،
وشايف ان الست دي بتعيش ماساه. في اوقات الجمهور بيضحك بس عارف ان دي ماساه يعني، بس بيضحك ما بيمنعش نفسه انه يضحك يعني. فكان متفاوت ان كل مره هيقابلك ازاي، بس الاكيد ان في اخر العرض بيتاثر تماما من الصوره النهائيه، يعني بيحس ان الناس دي سواء انا والمثقف اللي كل واحد عايش في الجزر منعزله شويه، سواء الشباب المطحون في الشارع ايا كان، بس بيبقى عندهم الصوره الكامله هي التاثر بحاله البشر اللي قدامهم دول كلهم، لان هو حالهم. يقولوا ده احنا يعني، يقولوا بكل بساطه احنا يعني. دعاء، فكره يعني اخيرا بس عشان وقتنا، فكره انه مفيش حوار مسرحي، انت بتتكلمي مع الناس، بتتكلمي مع الجمهور، بتتكلمي من خلال الموبايل مع جوزك او بنتك، الفكره دي فكره الحوار المباشر الى اي مدى ده بيعمل تحدي للفنان؟ وبنشوفها كمان بتكررها في عروض كتيرة انت اشتغلتي فيها، في صح النوم او غيرها من العروض، الحكي ده تحدي للفنان؟ بيبقى في صعوبة انه يلعب اللون ده؟ هي الممثل او الحكاء الجزء اللي بتاخده منه ان هو يبقى عنده خيال يعني، وانا بتكلم في التليفون ابقى بكلم فعلا جوزي في التليفون، وانا متخيله ان انا بحسب الحسبه وبكلم نفسي، وانا بكلم نفسي عارفه ان ده جمهور. وطبعا استاذ هاني عفيفي هنا شويه في يقول احنا مش بنحكي، يعني ده جمله لازم اكد عنها غير العروض السابقه يعني، احنا هنا مش بنحكي، هي الست دي بتتكلم في التليفون بجد، هي الست دي بتعمل كذا، في نفس الوقت في فانتازيا يعني. فانت عندك لعبه الصعوبه ان انا ما بين ان انا بحكي اخد ادوات الحكي في ان الجمهور ينتبه للست دي، واخد من فكره المونودراما بما اني عملت مونودراما قبل كده ان الجمهور ينتبه ان الست دي بتكلم مين، وفي نفس الوقت يصدق ان انا بتكلم في التليفون، يصدق ان انا بكلم بنتي. وده طبعا دور الفن يعني والفنان القوي انه يعرف يوصل الرساله دي لجمهوره من مجرد مشهد تمثيلي بيمثله. الفنانه دعاء حمزه انت بتعملي حاجه مهمه جدا جدا، بنشكرك عليها وبنشكرك على مداخلتك معانا في صباح الخير يا مصر.